من بلاد عبد القيس. فعبد القيس طبعا ورد فيها عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث يغبطها عليها كل قبائل العرب. مثلا يقول الرسول: خير أهل المشرق عبد القيس، أسلم الناس كرها وأسلموا طائعين. هذا حديث. أيضا يقول: اللهم اغفر لعبد القيس، أنا حجيج من ظلم عبد القيس. هذا استشراف للمستقبل ولما سيقع عليهم من ظلم، وهو طبعا يتأتى حتى في هذا الوقت، لأن معظم أحفادهم هم الآن في الأحساء والقطيف والبحرين أوال. فإذا اللهم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله، وطبعا في الصحاح، كتب الصحاح: اللهم اغفر لعبد القيس، أنا حجيج من ظلم عبد القيس. أيضا: يا لهف نفسي على فتيان عبد القيس، أما إنهم أصد الله تعالى في الأرض. كل هذه أحاديث صحيحة أوردت عن الرسول في عبد القيس رضي الله عنهم، أحاديث متفرقة لنبي محمد. أيضا هناك الآية الكريمة التي تقول: ولله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذه في تفسير هذه الآية أجمع كل المفسرين على الإطلاق في العالم الإسلامي أن الذين أسلموا طوعاً في الأرض الأنصار وعبد القيس. هذه موجودة في جميع التفاسير. إذن هي قبيلة عظيمة عبد القيس. ومن هنا فقد قال الإمام علي عليه السلام: عبد القيس خير ربيعة. لاحظوا، الإمام يربطها بربيعة لأن الإمام دائما لديه حب تجاه ربيعة. عبد القيس خير ربيعة وفي كل ربيعة خير. عبد القيس خير ربيعة وفي كل ربيعة خير، يعني كل ربيعة خير، ولكن عبد القيس خير الخير عند الإمام علي عليه السلام، وهذه مكانة سامقة جدا عنده. لذلك كان شعراؤهم يعشقون الإمام علي. وفي وقعة الجمل الصغرى نهض شاعر اسمه أبو أمية الأصم العبدي، فقال لهم عندما رأى اشتباك الحرب ودوران القوم عليهم وعرف أنهم سيقتلون، فخاف أن يفر قومه، فقال: معاشر عبد القيس، موتوا على التي تسر عليا واحذروا سبة الغدر. فلذلك فعلا مخلص، إيمان مخلص. ومن حق إذن شاعرهم ابن المقرب أن يفتخر بقبيلته عبد القيس ويقول: فقومي الأولى أجلوا قضاعة عنوة ودان